جائزة نوبل للاقتصاد تتوج الحاكم السابق للاحتياط الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي ومواطنيه داغلاس دايموند وفيليب ديفلغ تقديراً لأعمالهم في مجال الأزمات المالية والمصارف. لجنة نوبل أعلنت أن الخبراء الأمريكيين الثلاثة حسنوا بدرجة كبيرة فهمهم لدور المصارف في الاقتصاد، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً لطريقة تنظيم الأسواق المالية. من جهتها أشارت لجنة الأكاديمية السويدية للعلوم المكلفة بمنح الجائزة إلى أن أهم النتائج في أبحاثهم تتمثل في إظهار الأهمية الحيوية التي يكتسيها تفادي انهيار المصارف. تتويج العلماء الأمريكيين الثلاثة مكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بالرقم القياسي بين الجنسيات التي حصلت على هذه الجائزة، إذ حصد 63 خبيراً أمريكياً في مجال الاقتصاد هذه الجائزة عبر تاريخها.